اليوم حضرتوا معنا إعطاء انطلاقة لفعاليات احتفال مغيبة العالم بعيد العرش المجيد، ذكرى غالية عند كل المغاربة سواء كانوا عايشين في المغرب أو عايشين في مجموعة من بلدان الاستقبال. كانت مناسبة وقفنا جميع عند هذا المشروع التنموي الكبير اللي كتقود الإرادة الملكية باش المغرب يحتل المكانة اللي كيستحقها ضمن الدول الكبار. طبيعة الحال حصيلة متميزة، حصيلة استثنائية. ذكرنا على القطار الفائق السرعة تي جي في واللي البلد الوحيد في افريقيا انه انجز هذه المعلمة الاستثنائية واللي كتطلب تحكم كبير في تكنولوجيا السرعة الدقيقة. ذكرنا على معلمة اخرى طنجة المتوسط للان تحتل المرتبة 45 ضمن الموانئ الكبرى على المستوى التجاري. ذكرنا على طرق السيارة، المغرب هو اول دولة اللي كتوفر على طرق السيارة في افريقيا. ذكرنا على المشاريع الفلاحية الكبرى اللي خلت المغرب انه يكون من المصدرين الاساسيين. ذكرنا على التحول الاقتصادي والصناعي فيما يخص قطاع السيارات، قطاع ما يسمى بالصناعات ديال الطائرات. اذا كان الجميع مفتخر وكان الجميع واعي بان هذه الانجازات الكبرى وراءها واحد الارادة ملكية باش المغرب يمشي بعيد على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المؤسساتي، وعلى مستوى التفاعل مع مغربة العالم. طبيعة الحال من ذكرنا في هذه المناسبة الغالية ذكرنا على المستقبل وكيفاش نرفعوا تحديات المستقبل. مغربة العالم غادي يكونوا هما طرف أساسي في كل معادلات التنمية مستقبلا. علاش؟ لأن شابات وشباب وصلوا لمواقع صناعة القرار في دول الاستقبال، في مجموعة من القطاعات الصناعية، في مجموعة من القطاعات الخدماتية، في مجموعة من القطاعات ديال البحث العلمي، في مجموعة من القطاعات ديال التعليم والتلقين. إذن غيكون عندهم حضور قوي كرأس مال بشري مهم وكقوة ضاربة في المشاريع المستقبلية. غادي يساهموا في نقل التكنولوجيا اللي كيتحكموا فيها واللي محتاجها المغرب. لما لا غدا يساهموا في الاستثمارات الكبرى باش أنه يكونوا واحد ديناميكية نحو مستقبل أفضل. طبيعة الحال حضورهم كان كذلك بتأطير مجموعة من باحثين استمعوا بشكل جيد للأستاذ أحمد العبادي اللي هو من العلماء ديال المغاربة اللي كنفتخروا بهم واللي بفعل ذكر على هذه المرجعية اللي كتميز الإسلام المغربي الوسطي المعتدل واللي عبر قرون عفوا واحد الاجتهادات فقهية كبيرة واللي خلات تراكمات إيجابية على مستوى البحث العلمي في المجال الديني واللي دائما خلات المغربي أنه يبقى مرتبط بهذه القيم ديال الإسلام الوسطي المعتدل اللي دائما تركز على العيش مع الآخر، على احترام الآخر، على تقدير الآخر، على قبول الآخر بغض النظر على الاختلاف اللغوي أو الإثني أو العرقي أو الديني. كذلك مع الأستاذ بن حمو أهم الخبراء في مجال الوحدة الترابية، ذكرهم على كل مسارات الوحدة الترابية اللي قطع المغرب وذكر عن انتصارات الأخيرة لحق المغرب على مستوى الدبلوماسي بفضل رؤية جهة الملك الحاكمة المتبصرة في مجتمعات وفي عالم صعب ومعقد. إذن اعتزوا كونهم حاضرين في هذه المعادلة ديال الارتباط بقيم ديال الإسلام الوسطي المعتدل، واعتزوا كذلك كونهم دائما في الصف الأمامية كيواجهوا كل مخططات انفصالية اللي كتحاول تعزل أو تقسم مغربو على الصحراء العزيزة. فإذن لحظة مهمة، لحظة كذلك اللي عاود جددنا التعاقد اللي عندنا كوزارة مع مغربة العالم باش نخدموهم بشكل يومي وباش تكون هذه الرؤية استراتيجية حاضرة عندهم ما دام أنهم مرتبة سفراء دائمين في مجموعة من القارات، في كل القارات، في مجموعة من دول الاستقبال، في كل دول الاستقبال. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش